لاعب مهم جدا جدا في النادي الأهلي، لكن ينقصه الجماعية. هو ليس جماعي، هو بيفضل يعني اللعب الفردي أكتر من اللعب الجماعي، وده طبعا مش بيحبه السيد مارسيل كولر. أو النقطة الوحيدة اللي ما بيحبهاش مارسيل كولر في النادي الأهلي، أو بيحبهاش في أحمد عبد القادر خصوصا. لكن لو جينا نتكلم على المهارة، أحمد عبد القادر بيعد من أمهر اللعيبة المصرية. لو بنتكلم كسرعة، هو لاعب سريع جدا جدا جدا، وشفناه كلنا الموسم اللي فات مع النادي الأهلي كويس. ولكن في أزمة، يعني هل هي أزمة ولا صدام مع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي؟ وهنكشف لحضراتكم سر رحيل أحمد عبد القادر عن النادي الأهلي في يناير، وهنتكلم بالتفصيل على مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب. ترددت طبعا في الساعات الأخيرة العديد من الأنباء والتقارير الصحفية التي أشارت إلى دخول أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي للفريق الأول لكرة القدم في صدام ومشادات مع السويسري مارسيل كولر، طبعا بسبب عدم الاستعانة به في المباريات. ورغبة كولر في أحمد عبد القادر وهو الرحيل عن الفريق الأحمر في خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لا سيما أن اللاعب يمتلك عرض من قبل أحد الأندية الخليجية وعرضين من أحد الأندية المصرية، وهكشف لحضراتكم كل ده دلوقتي. أشارت التقارير طبعاً الصحفية إلى أن أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في ظل تواجده بشكل دائم على دكة البدلاء، وعدم رغبة اللاعب في البقاء على دكة البدلاء وإصراره على التواجد بشكل رسمي في المباريات، حيث يدرس كولر النادي الأهلي طبعا وصل له عرض من الوقرة الإماراتي من أجل الرحيل اللاعب عن النادي الأهلي. وعلى موقع الأهلي نيوز إن أحمد عبد القادر لم يفتعل أي أزمة خلال الفترة الماضية، حيث يفضل اللاعب الرحيل عن النادي الأهلي بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي في المباريات في ظل تواجد رضا سليم وحسين الشحات، واللاعب بيأمل طبعا في خوض رحلة احتراف من جديد قبل العودة من جديد إلى النادي الأهلي. طيب، بعد اقتراب أحمد عبد القادر من نادي الوقرة، بعد اقتراب أحمد عبد القادر من النادي الوقرة الإماراتي، مارسيل كولر يطلب التعاقد مع اكتشاف كيروش لتعويضه. مين هو؟ هقول لحضراتكم. أحمد عبد القادر جناح الفريق بالنادي الأهلي طبعا بات على أعتاب الرحيل من الصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تلقيه عرضا شفهيا من أحد الأندية القطرية للحصول على خدماته في المرحلة القادمة. ارتبط اسم أحمد عبد القادر في الساعات الماضية بالرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد خروجه نهائيا من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر نظرا بسبب تراجع مستواه وتألق عدد من اللاعبين في مركز عبد القادر، على رأسهم طبعا المغربي رضا سليم وحسين الشحات، يرجح كفة رحيله عن أسوار القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل من أجل منحة فرصة المشاركة بشكل أفضل في الموسم الحالي للانضمام إلى منتخب مصر قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية. وعلمت الأهلي نيوز أن أحمد عبد القادر ينتظر في الوقت الحالي عرضا رسميا من نادي الوقرة القطري من أجل الانضمام إلى صفوفه بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة في الشكل المقبل. ويذكر طبعا أن الوقرة القطري قد تعاقد مؤخرا مع حمدي فتحي نجم وسط النادي الأهلي، حيث أصبح واحد من الركائز الأساسية لدى صفوف الفريق السماوي في الموسم الحالي نتيجة تألقه الكبير خلال المباريات الأخيرة. النادي الأهلي لا يمانع في نهائيا في رحيل أحمد عبد القادر عن الفريق الأحمر حال عدم رغبة السويسري مارسيل كولر في استمراره، ولكن بشرط أن يكون العرض مادي مناسبا للاعب والنادي. وأكد المصدر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مازال متمسك بفكرة التوقيع مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد
نجم نادي فيوتشر لتعزيز صفوف القلعة الحمراء في الشتاء المقبل. وأكد المصدر أيضا أن كولر وضع اللاعب عمر كمال عبد الواحد ضمن أولوياته لضمه في الماركات الشتوي القادم، خاصة أن اللاعب يمتلك ميزة كبرى وهي إجادة في اللعب بأكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، الأمر الذي يساعد في مرونة كولر التكتيكية مع الفريق القاهري. وأكد المصدر أن عمر كمال عبد الواحد وافق بالفعل على الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، حيث الأمر قيد المناقشة في الوقت الحالي مع نادي فيوتشر الذي يتجه لبيع اللاعب في يناير بعد رفضه تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. طيب، ده بالنسبة لموضوع أحمد عبد القادر والوقرة القطري. طب إيه قصة الزمالك؟ نادي الزمالك دخل بالفعل في مفاوضات، أو بعض وكلاء اللاعبين عرضوا أحمد عبد القادر إلى على نادي الزمالك، واللاعب بيفكر بشدة، اللاعب بيفكر بشدة في الموضوع ده. طيب، حسين لبيب، طبعا حسين لبيب بدأ شغله في نادي الزمالك بشكل رسمي، وبدأ يشغله نجم النادي الأهلي أحمد عبد القادر اللي هو بيطلب الرحيل، والزمالك في انتظاره. الزمالك في انتظاره، هل يتعاقد الزمالك مع أحمد عبد القادر في الموسم الجديد أو في الماركات الشتوي؟ يبدو أن حسين لبيب رئيس الزمالك الجديد قد ينفذ وعده بالتعاقد مع أحد لاعبي النادي الأهلي، خاصة في ظل أنباء رحيل عبد القادر عن الفريق. يذكر أن لبيب قد أكد قبل الانتخابات أنه سيسعى لتدعيم صفوف نادي الزمالك بعد الفوز بعدد من الصفقات المهمة حتى وإن كانت من النادي الأهلي. هل يخطف الزمالك لاعب الأهلي ولا لا؟ سبق وكشف حسين لبيب في تصريحات إعلامية عن موقفه من التعاقد مع لاعب من فريق النادي الأهلي إذا تولى رسميا إدارة القلعة البيضاء، قائلا عبر شاشة قناة أون بعد سؤال عن إمكانية أحمد فتوح للنادي الأهلي، أكد أن أحمد فتوح مستمر في الزمالك ومن الممكن التعاقد مع أي لاعب من النادي الأهلي، وكمان ما تخلينيش أحطها في دماغي. وأكد كمان في تصريحات صحفية قبل الانتخابات، نادي الزمالك قادر على خطف أي لاعب من النادي الأهلي لأن اسم الزمالك كبير في إفريقيا والوطن العربي. عادت تصريحات لبيب إلى الساحة مجددا بعد أنباء رحيل نجم النادي الأهلي أحمد عبد القادر عن الفريق، بعد وجود اهتمام خليجي باللاعب، الأمر الذي رآه البعض قد يكون كبري للانتقال إلى الزمالك. هل يرحل أحمد عبد القادر ولا لا؟ بدوره كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اهتمام نادي الوقرة القطري بالتعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، في ظل رغبة اللاعب الشاب بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء. وقال شوبير في برنامجه الإذاعي مع شوبير على إذاعة أون سبورت اف ام إن هناك عرضا من نادي الوقرة القطري لأحمد عبد القادر وآخر من الزمالك وآخر من بيراميدز. وأضاف شوبير أن الوقر القطري يستعد لإرسال عرض رسمي للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. في ظل رغبة أحمد عبد القادر في الرحيل بسبب عدم مشاركته بصفة مستمرة مع المدرب السويسري مارسيل كولر ورغبته في اللعب بصفة أساسية، أحمد عبد القادر لعب 3 مباريات فقط مع النادي الأهلي هذا الموسم، سجل خلالها هدف وصنع آخر وشارك في مباراتين كبديل، بينما لعب أساسيا فقط ضد سانت جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا. أزمات أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي، الأولى كانت في إبريل الماضي عندما أعلن النادي الأهلي عن توقيع عقوبة مالية كبيرة على جناح الفريق بسبب ما بدر منه عقب مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا، وعقب نهاية المباراة حاول كولر جذب أحمد عبد القادر من الخلف لكي يسلم عليه، فضرب اللاعب يد المدير الفني ووصل طريقه في صورة سيئة ومرفوضة.
في أغسطس الماضي كمان الأهلي وقع غرامة جديدة على أحمد عبد القادر بسبب الأزمة التي حدث بين اللاعب وبعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه المباشر لصفحات جماهيرية إن هم بيتقاضوا أموالا من اللاعبين. وفي وقت سابق كمان هاجم أحمد عبد القادر بعض جماهير الأهلي وبعض صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد الهجوم الشرس الذي شنته عليه إحدى الصفحات. بكده صديقي نكون وصلت لنهاية الحلقة، ياريت الفيديو يكون عجب حضراتكم، ياريت تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك أهم أخبار النادي الأهلي أول بأول. أشوفك.